السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ ايوا نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديالنا اليوم غنشارك معكم هاد البليغات اللي كتشوفوا اللي كيجيو زوينين في المنظر ديالهم ولذادين في المذاق من المعسلات ديال رمضان اللي معروفين. وغادي ان شاء الله نشارك معكم طريقه التحضير والوصفه ديالهم اللي حتى هي سهله، يعني غير مكلفه والطريقه بسيطه وسهله. فما تنساوش ديروا اشتراك في القناه ولايك الفيديو ونمشيو على بركه الله. هنايا عندنا 400 غرام جنجلان، 200 غرام ديال الطحين فورس، والقاعده كتقول يعني نص كميه ديال الزنجلان يكون ديال الطحين. عندي هنايا معلقه صغيره ديال القرفه، قبيصه الملحه، خماره ديال 7 غرام. عندي كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ، وكنحتاجو معاها عندي معلقه كبيره ديال حبه حلاوه ومعلقه كبيره ديال النافع اللي طحناهم مزيان، صفر بيضه. فهادو هما المسائل اللي غنحتاجو في هذه الوصفه اللي كتعطينا واحد المعسلات اللي كيجيو زوينين ديال مائده الافطار. فاول حاجه نسيت هنا ما ذكرت لكمش ماء الزهر اللي غنخلطوا به العجينه. فهاد العجينه كنخلطوها غير بماء الزهر، ما كنحتاجوش ليها الماء نهائيا. فهنايا الزنجلان والطحين قلنا يعني الا عملتي نص كيلو ديال الزنجلان غديري معاه ربعه ديال الطحين، نص الكميه ديال الزنجلان كتكون ديال الطحين. اول حاجه غادي نخلط هاد المسائل اللي ناشفه يعني مع بعضياتها مزيان. درت هنا الزنجلان والطحين، حبه حلاوه والنافع، وديك المعلقه ديال القرفه، قبيصه ديال الملحه والخماره. وغادي نخلط هاد المسائل اللي ناشفه مزيان مع بعضياتها. كنزيد ليها ديك المعلقه ديال الزبده وصفر بيضه، ونجمع العجينه ما زهر، ما كتحتاجش شي دليك ولا شي حاجه كثيره، غير كنجمعوا العجينه ونقادوها وصافي. غادي نبداو نشكلوها ونصاوبوا البليغات ديالنا. فهي سهله باش نحضروها وما كتاخذش وقت طويل. دغيا نقدروا نصاوبوها صافي غير بهذه الطريقه كما كتشوفي. نجمعوا العجينه مزيان، العجينه كتكون ما قاصحه ما خفيفه، فالكميه ماء الزهر كتبقى على حساب الطحين كما كتعرفوا بطبيعه الحال. المهم تجمعي العجينه وما تجيش خفيفه ولا قاصحه. دابا غنشكلوها كويرات ونلويهم في السلوفان، ومباشره كنبدا من الاوليه كنقطع، يعني ما كنحتاجوها لا ترتاح لا والو. هنايا صافي غادي نهدي الاخريه وغنبدا من الاولى كندلكوها ونشكلوها يعني مربعات صغار اللي غادي نشكلو بهم دوك البليغات. صافي دابا غنبداو اول وحده لوينه، كتلقي العجينه عادي، نحاولوا السمك ديالها ما يكونش غليظ، تكون متوسطه بحال هكذا. نطلقوا العجينه مزيان، فهذا هو السمك ديالها اللي كنحتاجو، تكون بحال هكذا كما كتشوفي. غنحاولوا نقطعوهم اشرطه طوال، كتحيدي داك الزيت اللي مع الجناب باش يجيونا البليغات زوينين في المنظر ديالهم. نقطعوها كاشرطه في الاول، ومن بعد مربعات صغار ولا كبار، يعني غير يكون نفس القياس اللي تمشي عليه اللي بغيتي انتي، متوسطين غير كما بديتي تكملي، يجيو كاملين قياس واحد، ما تجيش وحده صغيره وحده كبيره. المهم كيف ما بدينا كنمشيو قياس واحد بهذه الطريقه مربعات، وكنجمعوا الطرف ديال المربع اللي من هنا مع هذا، كتقرصي عليها باش ما تحلش، قرصي عليها مزيان وتشكلي البليغه بواحد الطريقه سهله، ما كتحتاجش يعني العوين ولا، فتقدري تصاوبيها بوحدك وفي وقت قصير.
وكنستمر بنفس الطريقه، مربعات صغارين وتقرص على الجناب ديالها. فهذه الكميه اللي عطاتني كيف ما كتشوفوا، 400 غرام ديال الجنجلان و 200 غرام ديال الطحين اللي عطاتني واحد الكميه كبيره. هنا كندوزو مباشره للقلي، غادي نقليو هاد البليغات. عندي واحد الطنجره فيها العسل حتى هي دفيتها شويه وطفيت عليها، فمن القلي ديالها يعني من المقله كنهزوها نطفيوها في العسل. هذه هي العسل ديالنا. واحد كسكاس كيما القاعده باش نصفيو، وجوج صفايات، وحده الزيت ووحده العسل. وكنستمر نقليهم ونعسلهم، وغادي نشارك معكم الشكل ديالها النهائي وكيفاش كتجي غزاله بهذه الطريقه. غادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله ونطلقها. فهذا هو الشكل ديالها النهائي، زوقتها بشويه ديال اللوز، وكيبقى يعني التزيين ديالها اختياري، كل وحده كيفاش كيعجبها تزين هاد البليغات. كاين اللي كيعملو شويه جنجلان، كاين اللي كيخليهم خاويين، كل واحد كيفاش. فكنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه ولايك الفيديو. عواشر مباركه، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه، وكل واحد باش ما تمنى. وان شاء الله نلتقاو فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.